حصاد الجنوب، أهلا بكم. شددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري الذي عقدته اليوم برئاسة اللواء أحمد بن بريك على سرعة نقل القوات العسكرية من وادي وصحراء حضرموت إلى الجبهات مع الميليشيات الحوثية، مؤكدة أن أي محاولة لعرقلة هذا الإجراء يعتبر نسفا لاتفاق الرياض. زار مستشار قائد المنطقة العسكرية الثانية العميد سالم باشادي ورئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العميد يسري خير الله بخير الله مواقع قوات لواء برشيد للإطمئنان على جاهزية وصمود أفراده. قائد لواء برشيد العميد عبد الدائم الشعيبي أكد خلال استقباله الوفد الزائر أن الزيارة تدحض الشائعات وأصوات النشاز الهادفة إلى شق الصف الحضرمي والوطني للنيل من اللحمة الحضرمية والعسكرية المتمثلة في ألوية ومحاور ووحدات المنطقة العسكرية الثانية. بحث عوض بن الوزير العولقي محافظ شبوة والمتطلبات الخدمية والتنموية في المديريات، وشدد ابن الوزير خلال لقائه مديري المديريات على أهمية تلبية الاحتياجات الخدمية وفق الإمكانيات واستكمال المشاريع المتعثرة والاستفادة من المخصصات المالية المخصصة للبرامج الاستثمارية للمديريات الأربع. ناقش رئيس دائرة الشباب والرياضة في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي مؤمن السقاف اليوم مع رئيس اتحاد كرة القدم بالعاصمة عدن عبد الجبار سلام الاستعدادات والتجهيزات معسكر المنتخب الأول في العاصمة عدن. الثقاف وجه خلال اللقاء بإصلاح منظومة مياه ملعب الحبيشي المنقطعة منذ أكثر من شهر وعمل اللازم لإنجاح المعسكر. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.